بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا وطالباتنا المبدعين والمبدعات، وإن شاء الله الله يوفقكم أيضا في اختبار أرامكو. هذه بعض الأسئلة التجميعات، بعض الأسئلة حليناها في التسجيل الأول معكم الأستاذ زكي الشعلة، الله يسعدكم إن شاء الله. طبعا حليناها في التسجيل الأول، وأيضاً في بعض التدريبات أو التمارين مختلفة نوعاً ما حلينا، فهذه تكملة. طبعاً هذا من عمل طبعاً كتابة الأسئلة موجودة للأستاذ مستر كمال علشان أيضاً حفظ الحقوق. بالنسبة لأسئلة الرياضيات، هنا في السؤال الأول ذكر لنا في السؤال الأول قال لنا أوجد قيمة M. علشان أوجد قيمة M من خلال العلاقة التالية، هنا كيف عمل؟ أروح لازم أقول هذه مقامه واحد، إذن هنا بصير المقام ونكتب هنا المقام واحد، وبعدها طبعاً نضرب الوسطين بالطرفين ونوجد الناتج. إذا ضربنا نضرب اثنين في هذا المقدار، نضرب هذا الواحد في هذا المقدار، وبيصلينا 2، وأيضاً هنا K E يساوي، بعدين ضربنا بهذا المقدار، إذا وصلنا M V تربيع. حلو، أنا الآن قال يبغى قيمة M، يعني أقسم على V تربيع، وهنا أيضا أقسم على V تربيع. نلاحظ هذه إذا راحت، إذا الـ M عبارة عن 2K، إذا الـ M عبارة عن 2KE بالنسبة على V تربيع. إذن الإجابة تكون فقرة C. ناخذ أيضا السؤال الثاني، قال لنا في السؤال الثاني ما مساحة المستطيل التالي. هنا علشان أوجد المساحة أروح أيضا أضرب الطول في العرض، صح؟ إذن أنا أعرف أن مساحة المستطيل، نقول مساحة المستطيل يساوي الطول ضرب العرض، صح؟ هذا مساحة المستطيل، الطول ضرب العرض. أروح أشوف كم طوله هذا المقدار، لاحظ أن هذا طوله 4.5، أروح لازم أحولها إلى كسر، 4.5 أحولها إلى كسر، أروح أضربها وأضيف هنا مع البسط، إذن بيطلع لنا الجواب 2 ضرب 4 الجواب 8 زائد 1، الجواب صار عندي 9 على 2 ضرب. هنا نفس الحكاية بعد، أروح أضرب وأضيف أيضا 4 ضرب 2 8 زائد 3 صارت 11 على أيضا 4. الآن أروح أضرب البسط في البسط والمقام في المقام، إذا كان في تبسيط أروح أبسط، ما كان في تبسيط مباشرة أروح أضرب البسط في البسط والمقام في المقام، إذن الناتج يصير 99 على 8. هنا 99 على 8 أروح أحولها إلى عدد كسري، نلاحظ أن العدد الذي يكون مناسب إلى 99 على 8 وهو فقرة A. لو ضرب 8 في 12 96 وأضف 3 الجواب يصير 99 على 8، فإذا تكون الإجابة فقرة A. السؤال الثالث في هذه النموذج قال لنا بسط ما يلي. هنا في اللوغاريتمات التفتوا زين، من اللوغاريتمات إذا كان عندي طبعا صيغة نسميها صيغة طويلة واستخدام الجمع والطرح، وعندنا صيغة قصيرة، الصيغة القصيرة استخدام الضرب والقسمة. في هذه المسألة نلاحظ أنا هنا عندي عملية طرح، الطرح هذه تتحول لعملية قسمة، هذه مكتوبة بالصيغة الطويلة، عادة الجمع والطرح تكون بالصيغة الطويلة. إذا كان عملية طرح أحولها إلى عملية قسمة، وإذا كانت هنا العملية جمع أروح أحولها لعملية ضرب، واضح؟ إذن في هذه المسألة ما دام عندي عملية طرح أحولها لعملية قسمة، فإذا فبصير المسألة كالتالي، إذن أروح أكتب إذن log
إذن هذا أكتبه زي ما هو log للأساس 2 x تربيع قسمه من قسمه x. أروح أقسم، حولنا عملية الطرح إلى عملية قسمه، يساوي أيضا هنا log 2 للأساس 2 بالنسبة للأساس 6. هنا ضروري لازم يصير في الطرف الأيمن واحد بس، مرة واحدة لوج علشان أقدر أختصر، وفي الطرف الأيسر لوج واحدة بس. أنا كده هنا لو هنا ما أقدر أختصر مباشرة، لازم يصير عندي في طرف واحد بس لوج واحد. إذا هذا مع اللوج بروح، إكس تربيع قسم إكس الجواب يصير إكس، وأيضا هنا راحت، إذا الجواب يصير 6. أيضا متى أختصر؟ إذا كان أيضا نفس أساسيات اللوغاريتمات. إذا حل هذه المسألة تكون الإجابة فقرة A. المسألة السؤال الرابع قال لنا أوجد قيمة M من العلاقة التالية. هنا نفس الحكاية، أروح أضرب الوسطين في الطرفين، أو أنا أروح أبدل هنا، ممكن هنا مقامها واحد، إذا أخلي هاي هنا مقامها واحد، وبعدين طبعا اروح اضرب الوسطين بالطرفين. لاحظ اذا قال لنا يبغى ام، يعني بس ابدل الطرفين، اخلي التي تحت والام هنا، ولكن هناك جذر تربيع لان هنا عندنا تربيع. فاذا فبصير المساله، حل هذه المساله تكون الاجابه فقره دي. السؤال 5 قال لنا بسط العباره التاليه. هنا علشان ابسط، اما ان اقدر اطلعها ذهنيا اقول لان 11 على 2 عباره عن 5.5 صح؟ مع سالب 5 فالجواب يطلع لي نصف. اذا انا قدرت ذهنيا مباشره كتبت نصف، او لا اروح اوحد المقامات واحل المساله. اذا وحدت المقامات فبيصير لنا سالب 10 زائد 11 على ايضا 2، لان وحدت المقامات كل هذا اس كم؟ كله اس سالب 1. اطلع الجواب سالب 10 زائد 11 الجواب 1 على 2 كله اس كم؟ اس سالب 1. الان اس سالب 1 ما معناه؟ معناه مقلوب الكسر. اروح اقلب الكسر فبيصير لي الجواب 2 على 1. قلبنا الكسر وروحنا هذا السالب، 2 على 1، إذا تكون الإجابة فقرة ب، إذا صارت الجواب 2. السؤال السادس ذكر لنا في السؤال السادس إذا كان ميل المستقيم 5 وميل مستقيم آخر سالب 5، هنا ما هي العلاقة بين المستقيمين؟ علشان أوجد العلاقة بين المستقيمين، إذا كان الميلين، إذا حاصل ضرب الميلين يطلع سالب 1، فإذا نقول متعامدة. إذا كان نفس الميل نقول عنهما متوازية. إذا الإجابة في هنا لأنهم مقلوبين بعض، فإذا تكون العلاقة بين المستقيمين يكونوا متعامدة. جميل. ناخذ السؤال اللي بعده، سؤال 7 قال لنا أوجد المتوسط الحسابي للعددين التاليين. هنا علشان أوجد المتوسط الحسابي أروح أجمع، وأروح إذا جمعت وأقسمهم على كم؟ على عددهم، على 2. يلا 18 زائد 15 الجواب يصير لنا 33 قسم 2، كم الجواب يصير عندي؟ الجواب يصير 16.5. إما تكتبها على شكل كسر أو نكتبها على شكل استخدام عشري. إذا صارت 16.5، إذا تكون الإجابة في هذه المسألة تكون فقرة سي. السؤال اللي بعده قال لنا ما المساحة الكلية لمكعب طول حرفي 5 سنتيمتر؟ هنا يبغى المساحة، هنا هذه مساحة، أروح أجيب مساحة كل وجه. الآن نلاحظ أن هنا عدد الوجوه، هنا عدد الوجوه 6 بالنسبة للمكعب. إذا هنا وجه، وهذا أيضا هنا وجه،
وهنا وش؟ كيف أجيب مساحة هذا المربع؟ عبارة عن 5 ضرب 5، صح؟ إذا فبصير لنا 5 ضرب 5، هذه مساحة الوجه الواحد يساوي 25. الآن كم وجه أنا موجود عندي؟ عندي 6 أوجه، إذا الجواب يصير 150. 150 سنتيمتر، إذا الإجابة في هذه المسألة تكون الإجابة فقرة دي. إذا مساحته غير الحجم، الحجم أروح أضرب الضلع بنفسه 3 مرات. يلا ناخذ سؤال التاسع. قال لنا في السؤال التاسع احسب هذا المقدار. هنا أولا أروح أضرب هذا العدد ضرب هذا العدد، أروح أضرب هذا العدد في هذا العدد. إذا ضربناه بيطلع لنا الجواب 11، بيطلع لنا الجواب 11.02 إذا ضربناه، صح؟ هنا بالنسبة للأسس، هنا المفترض بعد هنا أضربهم الأساسات مساوية، أروح أجمع الأسس فبيصير لي 10 أس كم؟ أس 11. نلاحظ هنا أس 11 موجود ولكن العدد مختلف، هنا العدد مختلف، هنا يعني الفاصلة وديها أيضا إلى الجهة اليسار، إذا وديها لجهة اليسار فبصير هذا يزيد الأس، إذا وديها لجهة اليمين ينقص الأس، إذا كان وديها لجهة اليسار إذا 1.102 ضرب 10 أس 12، فتكون الإجابة في هذه المسألة تكون فقرة A. لازم ألتفت إلى موقع الفاصلة. السؤال العاشر، قال لنا في السؤال العاشر حل المعادلة التالية. علشان أحل المعادلة أروح أنقل الخمسة إلى الجهة الثانية، إذا نقول أن X بيساوي 25 ناقص 5، وأطلع الجواب، إذا يطلع لنا 25 ناقص 5 الجواب كم صار؟ صار الجواب 20. إذا تكون قيمة الـ X قيمتها أيضا 20، فتكون الإجابة في هذه المسألة الإجابة هي الإجابة فقرة D. السؤال الـ 11 قال لنا في هذا السؤال أوجد ناتج ما يلي. هنا علشان أوجد ناتج ما يلي أروح أجمع لازم أرتب لازم أرتب الفواصل مع بعضها البعض، يصير تحت بعضها البعض مباشرة. إذا نرتبها، سوف تشوف لاحظون الآن رتبناها، تكون الفواصل ومكان الخانات الفاضية أحط مكانها زيرو، وأروح بعدين أجمع. إذا أنا جمعت أقول الآن هنا بيطلع لنا 8.4.45، إذا تكون الإجابة في هذه المسألة الإجابة هي فقرة جمع عادي. يلا المسألة اللي بعدها، هذه المسألة طبعا احنا بالنسبة للتجميعات الخاصة بنا كتبناها بطريقة مختلفة، وهذه أيضا فيها فكرة جميلة نقدر احنا أيضا نحلها. هنا لاحظوا عندي هنا، شوف لاحظوا تكعيب، وهنا أيضا عندي تكعيب. لازم التكعيب يعني ما هو العدد اللي أخرجه مرتين 3 مرات يطلع لنا، أو عدد أضربه بنفسه 3 مرات يطلع لنا نفس الجواب. 27 يتخرج كم؟ 27 يتخرج لنا أيضا وهو العدد 3. حلو. الآن الجدر التكعيبي، إما أنا أخرج الN وأقول له إن 1/3، أو أخليهم يبقوا في الجدر وبعدين أروح أضربهم. هنا أيضا الجدر التكعيبي وهنا N تربيع. إما أنا مباشرة هنا لأن نفس درجة الجدر النوني، هنا 3 وهنا 3، إذا نفس الشيء، ما دام نفس الشيء نقدر نضربهم، فبيطلع لنا الجواب، وأروح في عملية الضرب أروح نجمع الأسس، إن أس 1 مع إن أس 2، الجواب صار إن أس كم؟ أس 3.
الآن ما دام صارت هذه من الدرجة الثالثة وعندنا احنا الجذر النوني ثالث، فإذا بيطلع لنا N. إذا الجواب يصير لنا 3 وإيش؟ N مباشرة. إذا تكون الإجابة في هذه المسألة 3N. إذا الإجابة فقرة B. وأقدر أيضا بطريقة ثانية إن أنا أخرج هذا الـ N. لو أنا أبغى أحلها بطريقة ثانية أقول إذا هنا، لو أبغى أحلها بطريقة ثانية أقول إن نقول 3 N أس 1 على 3 خرجناه من الجذر، ضرب أيضا الثانية N أس 2 على 3. حلو. الآن في عملية الضرب نجمع الأساس، فإذا بيطلع لنا الجواب N أس 3 على 3 والذي يساوي 1. إذا الجواب 3N. إما أنا أضرب الجذرين في بعضهم البعض أو أنا أخليهم فيهم أسس وبعدين أروح أجمع الأسس. إذا الإجابة فقرة B. يلا هنا في هذا السؤال ألقي مكعب نرد مرتين واحتمال ظهور 3 و5. 3 و5 مرتين يعني معناه ان طبعا فضاء العينه يكون النواتج، يعني عدد النواتج يكون لان مرتين عدد النواتج يصيروا 36 ناتج، يعني بالنسبه لنواتج التجربه، يعني واحد واحد، واحد واثنين، اثنين وثلاثه وهكذا. هو الان قال انا اريد كم نبغى الان، قال العدد نبغى، إذا هنا خلينا نكتبها لكم باللغة الإنجليزية، إذا عدد النواتج 36 ناتجا. حلو، إذا عدد النواتج 36. إذا هنا إذا أنا أبغى أكتبها قال لنا يبغى احتمال 3 و5. احتمال 3 و5 نلاحظ أن في المكعب الأول 3 بيطلع، بعدين الآن نقول 3 و5 وبعدين واحد واحد وثلاثة، واحد وخمسة، اثنين وخمسة، ثلاثة وخمسة، أربعة وخمسة وهكذا. أيضا هذه بالنسبة بيطلع لنا احتمال واحد فقط من كم؟ من 36. إذا 1 على 36. إذا الإجابة تكون فقرة B. إذا 1 على 36. السؤال اللي بعده، ما النسبة المئوية 5 إلى 25؟ هنا النسبة المئوية مرة سهلة جدا، أروح أكتب 25، أروح أكتب 25 على، إذا 25 أن أكتب أيضا 5 على 25 وأروح أضربها بكم؟ وأروح أضربها ب100 علشان أقدر أجيب النسبة. ماذا يساوي 5 على 25؟ تعتبر 1 على 5 مضروبة في 100. الجواب كم؟ مبسط مع التبسيط بيطلع لنا 20%. إذا تكون الإجابة في هذه المسألة هي الإجابة فقرة A. واضح إن شاء الله؟ بارك الله فيكم. الآن ناخذ السؤال الأخير، قال لنا ما حجم المكعب الذي طول حرفه 3L؟ 3L وهو يعني المكعب، قال إن حجم مكعب يعني نضربه بنفسه 3 مرات، صح؟ نقول إذن 3L ضرب أيضا 3 مرات طبعا، يصير لنا ضرب، وأيضا 3L أيضا نضربها نقول ضرب 3L. إذا 3 مرات، إذا بيطلع الجواب 7. إذا هنا نقول يساوي، هنا يساوي، إذا 27L أس 3، 27L أس 3. إذا ما هي الإجابة؟ هنا لابد التفت في الاختياري، إذا تكون الإجابة في السؤال فقرة C. هذه طبعا الأسئلة اللي أعدها
وكتبها الأستاذ كمال، شكرا له على كتابة هذه الأسئلة، وأيضا شكرا للطالب اللي رسلها إلي وقال لي علشان نحلها ويستفيد الطلاب. وأيضا معكم تحيات، وتقبلوا تحياتي، تحيات الأستاذ زكي الشعلة. الله يوفقكم وييسر لكم أموركم ويسدد خطاكم إن شاء الله، وتنقبلوا أيضا في شركة أرامكو، وتنفعكم، تنفعوا أنفسكم وأهلكم ومجتمعكم ووطنكم. الله ييسر لكم أموركم حبايبي، نراكم على خير، مع السلامة، في أمان الله.